عم انت متكبر ليه كده؟ انت متكبر ليه كده؟ انت اله؟ مش هتموت؟ مش هتعيا؟ مفيش مرض في الدنيا؟ مفيش موت؟ في واحد يقول لي انا طول الليل ما بنامش بالليل. فكره ايه؟ مش عايزك تنام. الشيطان عمال يوصل لي ومراتك عملت وبنتك عملت واختك عملت ونعيد ونزيد ونعيد. هو ده الفكر، هو ده الشيطان اللي لابس الناس. ما تقوم تتوضا يا اخي، اما يجي لك الشيطان قوم اتوضا وصلي ركعتين. عطرا ونسيما سوى. روضة القرآن يوميا في التاسعة إلا الربع صباحا وفي التاسعة إلا الربع مساء. الصحة والجمال لون جديد للحياة. روضة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن في هذه الحلقة 38 بعد 105. نتناول آيات من سورة النجم. يقول تعالى في سورة النجم في رسالات سريعة، عناوين أخبار كده، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يعني لن هاخد شغلك ولا أنت هتاخد شغلي. لا يجوز إن أنت تسرق شغل الآخرين، ولا يجوز إنك تسرق مجهود الآخرين ولا أفكار الآخرين وتقول دي بتاعتي. ده موجود في الوزارات، أو موجود في الوزارات ناس بتعمل شغل بعض. ده موجود في الرسائل العلمية، أو والله العظيم موجود في الرسائل العلمية ناس كتير بتسرق شغل الناس وأبحاث الناس وتكتب عليها اسمها عشان تترقى. فربنا سبحانه وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، شغلك بس وأن سعيه سوف يرى. تلاقي واحد بقى مشارك في 20 بحث ومشارك مش عارف، وتقعد معاه تلاقيه فاضي، أستاذ فاضي ما عندوش علم. الله، أمال الرسائل وأستاذ وهو كل كبيره المذكرة اللي بيقراها عشان يخش يقولها للطلبة. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أحسنت هتاخد أجرك. طب افرض إن أنا أحسنت جامد جامد وما خدش أجر، بيؤجل الأجر. ليس من الجهد ما يهدر ولكن النجاح قد يتأخر. ربنا بيأخر الرزق شوية، بس يوم ما تظهر في النجاح أنت مش لقيط ولا طالع على كتاف حد ولا واخد أفكار حد ولا سارق مشروعات حد، ده فكرك. يوم ما تطلع، يوم ما تكرم، يبقى حقك. عشان كده ربنا بيقول وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وهتاخد حقك وزيادة. إما خدتوش في الدنيا هتاخده في الآخرة. في بعض الناس في الدنيا ألفوا مؤلفات وماتوا، المؤلفات بتاعتهم بعد ما ماتوا طبعت وانتشرت، يعني وأخذوا صيت بعد ما ماتوا أكتر ما كانوا عايشين. كان أنا قلت لكم ابن النفيس مثلا، ابن سينا، أبي سينا، ابن سينا كتابه في الطب ظل هو المرجع الأساسي للطب في كل جامعات أوروبا 6 قرون، 600 سنة وراء بعض. ابن النفيس يقول أعلم أن مؤلفاتي تعيش بعدي 10,000 سنة. ابن النفيس تقرأ كتابه، إحنا محتاجينه، بس كليات الطب بتاعتنا كلها قالت مش عاوزين ابن النفيس ولا ابن سينا، قفلت. فلما قفلت نسينا علاج الفشل الكلوي وعلاج الأورام وعلاج السرطان، كل ده كان موجود عندنا بس إحنا مش عاوزينه. خلي بالك احنا ردمنا عليه تراب، احنا بقينا علماء كبار قوي واساتذه كبار قوي وعندنا اشعه وتكنولوجيا واشعه مقطعيه وعندنا مناظير. هنرجع لابن سينا وابن النفيس؟ ده تخلف. وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى. ربنا سبحانه وتعالى انت رايح فين في الاخر؟ تشتغل، تعمل، تبدع وبعدين رايح لربنا. عشان كده المؤمن بيعمل عمل الدنيا بنية الآخرة. أنا أحسن وأعمل وأبدع وأجتهد وأرجع تعبان جدا أنام وأقوم تاني عشان أعمل وأبدع وأحسن وأجتهد، وأنا واثق في النهاية أن أنا كل ده رايح لله عز وجل. يبقى كل عمل ده لازم يكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، سعي لله، قرايتي لله، يعني أقول إيه، سفري لله، زواجي لله، كلامي مع الناس لله، الإصلاح اللي بصلحه بين الناس لله، أنا بعمل كل حاجة لله.
خارج انتخب لله. عشان كده ربنا بيقول وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. لازم تحط في 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 دماغك إن أنت رايح لله عز وجل. المؤمن كثير السعي، كثير العمل، كثير النشاط، زي النحلة، زي ما الرسول قال المؤمن كالنحلة. إنما والعياذ بالله أنت تخش بعض المساجد، أنت طبعا زعلان من الناس اللي ما بتصليش، تخش بقى الناس اللي بتصلي تلاقيهم راحة، الأذان ادى واحنا قاعدين ربع ساعة تلت ساعة، تعملوا إيه؟ هي المسلمين قاصدين؟ مش ورانا حاجة؟ إيه الجنان إحنا فيه ده؟ ما تتصلى الجماعة الأولى وبعد الجماعة الأولى جماعة ثانية وبعد الجماعة الثانية جماعة ثالثة وجماعة رابعة، وكل بيخش يصلي، ليه كلنا نايمين كده؟ إيه الرحراحة اللي إحنا فيها دي؟ إنما تخش الجوامع حتى اللي داخل يصلي داخل مرحراح وربع ساعة تلت ساعة بعد الأذان نصح، في إيه؟ إيه الفراغ اللي أنتوا فيه ده؟ إيه الفراغ اللي أنتوا فيه ده؟ فطبعًا تخش الجوامع تتجنن، فين الجماعة الأولى؟ فين الجماعة الثانية؟ فين الجماعة الثالثة؟ فين الجماعة الرابعة؟ لا إحنا كلنا نصلي جماعة واحدة والناس تخرج نقفل الجامع. ليه كده؟ ليه كده ضعف السنة؟ زمان كان في شاب يخرج مبكرًا وعلى طول يصلي ويجري على العمل، فبعض الصحابة قال يعني ويح هذا لو كان سعيه جهادًا في سبيل الله، لو كان يعني هو إيه خارج جهاد في سبيل الله؟ حضرة النبي قال لهم ويحكم أنتم، أنتم زعلانين من الولد الشاطر ده؟ لو كان يجري على أبويه ليعفهما فهو في سبيل الله، ولو كان يجري على زوجه ليعفها ليجيب رزقه الحال فهو في سبيل الله، ولو كان يجري على نفسه ليعفها من السؤال فهو في سبيل الله. إيه؟ أنتوا ليه بتحقروا العمل؟ فين العمل؟ ده أنا بقول لكم على الناس اللي داخلين الجوامع وقاعدين في رحراحة. أمال الناس اللي ما بتخش الجامع بقى وقاعدة تتسول في الشوارع، ناس صحتها حلوة واقفة على الكباري، وناس قاعدة في البيوت، لو أعلنت إن أنت هتوزع 50 جنيه على كل واحد تلاقي طابور فيه 1000 مليون واحد جايين ياخده، فين العزة؟ فين التعفف؟ احنا ما عندناش عزة ليه ولا تعفف، ليه بنشحت؟ ده الشحات زي الحرامي بالظبط. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأذكى. كلام الجميل بقى، بص بقى في عناوين الأخبار، وأنه هو أضحك وأذكى، يعني إيه بقى؟ مين اللي بيقذف في القلوب الفرحة؟ ربنا. مين اللي بيقذف في القلوب البهجة؟ ربنا. مين اللي بيقذف في القلوب الاطمئنان والسكينة؟ ربنا. يعني زي ربنا بيقول على أم موسى، ها؟ يعني وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. يعني مين اللي مسكها كده وخلاص دي ربنا، كانت هتصوت وتجري وتقول لهم ده ابني والحق، مش كده؟ لولا أن ربطنا على قلبها. ساعات الإنسان بتصيبه مصيبة ويبقى يعني خلاص هيصوت مش قادر، مين اللي ماسكه؟ ربنا. مين اللي قذف في قلبه السكينة والهدوء؟ ربنا. مين اللي قذف في قلبه الفرحة والبهجة؟ ربنا. ساعات الإنسان بيبقى في مواقف صعبة جدا جدا، مين اللي مثبته؟ ربنا. الناس كانت في مواقف صعبة قوي وضيق وشدة وبلاء، وبعدين بعض الأئمة يقول لهم يا أولاد الصخرة موجودة، يا أولاد الصخرة موجودة كل يوم. إيه الصخرة اللي موجودة كل يوم دي؟ الصخرة الموجودة كل يوم دي زمان يحكي الله لنا على لسان نبي محمد إنه كان فيه ثلاثة مسافرين ودخلوا في غار يناموا، وبعدين وقعت صخرة سدت الباب. لما وقعت صخرة كبيرة سدت الباب الثلاثة مش عارفين يزقوا نعمل ايه بقى. انا كنت بحكي الحكاية دي القصة صغير، فبقول له ايه جماعة ثلاثة رجالة دخلوا في غار وبعدين وقعت صخرة كبيرة فسدت باب الغار، تفتكر يعملوا ايه؟ قال لي يطلبوا حد بالمحمول يجي يشيل لهم الصخرة. قلت له ما كانش معاهم محمول. فقال لي يبقى تليفون عادي، اي تليفون عادي يكلموا الناس. قلت له ما عندهمش تليفون. قال لي ياكلوا اكل جامد ويبقوا اقوياء وهوب يزقوا الصخر. قلت له ما عندهمش اكل. فقال لي يدعوا ربنا بقى، يدعوا ربنا بقى. شفت احنا بقى بندعي ربنا فين بعد ما نتقطع الاسباب؟ لا في تليفون ولا في محمول ولا في حد، يا رب في الاخر بنقول يا رب. حلو كده. فالمهم ان الصخره دي قفلت باب الغار، الناس دي عايزه تخرج، تخرج ازاي؟ قالوا ايه؟ احنا ندعي ربنا بصالح العمل، كل واحد فينا يقول له يا رب انا عملت حاجه حلوه في حياتي، عملت حاجه حلوه في حياتي. قال واحد منهم يا ربي يعني كان عندي اجير وبعدين يعمل عندي وبعدين كل الاجراء اخذوا اموالهم الا هذا الاجير فانصرف ولم ياخذ اجره، كان شغال عنده كم يوم كده، فالمهم حوش له اجره وجاب له معزتين، المعزتين كبروا بتاع بقى وشويه معين. فعاد بعد سنوات يقول الرجل يا رجل اعطني اجري انا نسيت اخذ فلوسي، اديني فلوسي. فقال له الرجل الصالح هذا الغنم هذا القطيع لك خذه. فقال له لا تهزأ بي،
أنا كبير أجيب معزة معزتين؟ قالوا لا دول بتوعك، لأن المعزتين دول كبروا وولدوا بتوعك. فخدهم فرد وقال له يا رب إن فعلت هذا العمل من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج الصخرة قليلا حتة صغيرة بس يقدرش يخرجها. وقال الثاني يا ربي كانت لي ابنة عم على أكثر ما يكون البنات من الجمال فراوتها عن نفسي، راوتها عن نفسها يعني دعتها إلى الزنا فقالت لا. فاحتاجت في يوم تستدين تستلف مبلغ فجاءت إلي وقالت يعني سلفني مبلغ تديني فلوس. فقلت لها لا حتى تخلي بيني وبين نفسي أعمل اللي أنا عايزه. فلما قالت أوافق فيعني بعد كده قالت اتقي الله ولا تفض الخاطر إلا بحق، يعني ما ينفعش زنا ينفع جواز. فأعطيتها المال وقلت لها انصرفي في أمان، يا رب إن كنت فعلت من هذا من أجل فصرف عنا ما نحن فيه. فانفرج الصخر، يعني رجل أعطى الأديرة حقه، ورجل رفض الزنا رغم أنه يقدر عليه، ورجل ثالث قال يا رب كان عندي أبوان وكنت أحلب لهما وأديهم يشربوا قبل عيالي، وفي يوم اتأخرت شوية فرجعت فلقيتهم ناموا مسكت لهم اللبن لغاية ما صحوا، وولادي عندي يقولوا أديت أبويا أمي الأول، أبويا أمي الأول، أبويا أمي الأول. طبعا إحنا لو جيت تسأل أي واحد متجوز عنده عيال وسايب أمه مرمية بقى لها شهور عاملة إيه خدت الدواء، الثاني بيقول أبويا أمي الأول. ففرج الله عن الصخرة، الصخرة موجودة، الصخرة موجودة، وهنتكلم عن الصخرة دي في حلقة قادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.